وللحديث عن أسباب الحملة الغربية على قطر حول استضافتها كأس العالم ينضم إلينا عبر سكايب من لندن المستشار في العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر. حياكم الله داتوك أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك داتوك أحمد، يعني ما تفسيرك لاستمرار الحملة الغربية وهذا الهجوم على قطر؟ هل ارتكبت قطر بالفعل ما مخالفات لربما تبرر هذا التحريض عليها؟ ألا يحق لها وفق مراقبين فرض يعني كيفية تنظيمها لهذا الحدث العالمي مع ضمان خصوصيتها؟ للأسف الشديد نحن نرى ازدواجية المعايير واضحة أمام القاصي والداني بلا أدنى شك. عندما تقوم بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وتمنع الحجاب وتمنع ارتداء بعض الملابس الإسلامية التي تدعي فرنسا أنها تخالف عادات وتقاليد وعلمانية الدولة الفرنسية، وتكون عنيفة جدا ضد شيء رئيسي عندنا في الإسلام وهو الحجاب، فرض من فرائض هذا الدين وواجب من واجباته، نرى هذه الدول نفسها تكون شديدة الانتقاد ولاذعة النقد لدولة قطر التي قدمت الكثير من أجل إنجاح هذا المونديال. قطر قدمت أكثر مما قدمت كل الدول التي استضافت كأس العالم في كل صوره السابقة، ولكن ما هي إلا أحقاد وأحساد تملأ هذه القلوب. نحن رأيناها أيضا عند الهجرة، المهاجرين الذين جاءوا من أوكرانيا، رأينا الدول الأوروبية تفتح الباب للذين هم من أصول أوكرانية وعيونهم الزرقاء والخضراء والشعور الحمراء والصفراء، بينما تمنع أصحاب البشرة السوداء أو السمراء حتى لو كان هذا زوج أو زوجة أو أحد آخر يحمل الجواز الأوكراني ولكنه ليس من أصول أوكرانية. رأينا أنهم كيف يطردون المهاجرين الذين كانوا يسكنون في مساكن في بعض الدول في أوروبا حتى يسكنوا مكانهم المهاجرين الأوكرانيين الذين جاءوا ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء. فأنا أقول ازدواجية المعايير التي نراها للأسف الشديد لا تجعلنا نستغرب هذه الهجمة الشرسة على دولة قطر واستضافتها لكأس العالم. نعم، مجلة الإيكونوميست تقول إن أغلبية الساخطين على قطر لا يحبون المسلمين، يعني هل الغرب فعلا حريص على حقوق الإنسان أم أن ما يجري هو صادر عن كراهية يغذيها اليمين المتطرف الصاعد حقيقة الآن في الغرب؟ صراحة هذا سؤال هام وهام جدا. رأيي الشخصي أن اليمين المتطرف يتقدم وبقوة في أغلب بلاد أوروبا للأسف الشديد، وهو ساعد جدا على هذا، ولكن بالتأكيد توجد جهات، توجد مؤسسات، توجد دول أو دويلات تمول مثل هذه الحملات. نحن رأينا الإعلام الصهيوني للأسف الشديد وكيف هو شرس وشرس جدا في الهجوم على قطر أكثر من غيره، وتوجد أصابع كثيرة رأيناها تدعم إعلاميين وتدعم مؤسسات إعلامية وتدعم مواقف بعض الدول حتى تقوم بالهجوم على قطر. لماذا؟ لأن قطر تدافع عن صورة الإسلام والمسلمين والعرب والعادات والتقاليد ودين هذه الشعوب، فأصبح الذي يلتزم بهذا الدين عليه أن يهاجم من قبل هذه المنصات للأسف الشديد، والذي هو متحلل تماما عليه أن يمتدح في الغرب للأسف. نعم، الموقف الألماني إذا أردنا الحديث عنه، يعني ألا يشير إلى وجود من يحاول استغلال الرياضة لتمرير رسائل سياسية، وهذا لربما ما يتعارض مع روح أخلاق الفيفا نفسها ودساتير الدول الغربية المفترض أنها كما تقول تحترم حقوق الآخرين؟ هذا بالضبط الذي حدث. نحن لما نراجع أنفسنا لكأس العالم 2018 عندما أقيم في روسيا في الوقت الذي كانت تقصف روسيا المدن والقرى في سوريا ويقتل الشعب السوري، لم يتكلم أحد، وعندما
حاول البعض أن يتكلم، قالوا إن هذه رياضة ولا نريد أن ندخل السياسة في الرياضة. فالآن هم يدخلون السياسة في الرياضة في الوقت الذي قطر لم تقتل هذه الأعداد ولم تقصف الطائرات القطرية الأبرياء والأطفال والنساء هنا وهناك، بل قطر تمد يد العون لكل المحتاجين حول العالم. والأزمة الأخيرة من أزمة الغاز اتضح كيف ساعدت قطر دول كثيرة من دول العالم. أنا أقول ازدواجية معايير واضحة جدا، وإدخال الرياضة في السياسة بصورة سيئة وسيئة للغاية للأسف الشديد. إقحام السياسة والمسؤولين في ألمانيا للأسف الشديد كان مواقفهم مواقف لابد أن يحاسبوا عليها، ومواقف لابد أن تراجع من قبل السياسيين. رأينا المنتخب الألماني وهو يضع أيديه فوق أفواهه، وهذا موقف سياسي بالغ. لماذا هذا؟ لماذا إقحام لعيبة ألمانيا بهذه الصورة في السياسة وهم على أرض الملعب؟ المفروض أنهم سيواجهون فريق آخر يهتمون بالرياضة بدل ما يقفون موقف سياسي ضد دولة مستضيفة أنفقت المليارات حتى تفسح المجال لشعوب العالم لتشاهد رياضة نظيفة بدون كل هذه الصراعات السياسية. نعم، إذن كنت ضيفا عبر سكايب من لندن، المستشار في العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر، شكرا جزيلا لك.